هاد الساكنه ديال سيدي بي هاد 277 دار وهاد الاستدعاءات اللي كيجيو الناس في المحكمه وكتحكم عليهم المحكمه بالافراغ. المشكل ديالنا هو حنا كبانيين في الارض ديال العمران، في التيتر ديال العمران، ها هو بانيين في التيتر ديال العمران، وها الاتفاقيه ها هي اللي دارت الجامعه والعماله مع هاد العمران هادي، وها الخبره بان حنا راه كاينين في الارض ديال العمران والتيتر ديال العمران، وكنتفاشوا بهاد المافيا العقار كتجي كتدعينا وكتجيب الافراغات ديال الناس باي صفه باش كتدعي هاد الناس هادو باي صفه باش كتجي باش تفرغهم من ديارهم، والناس المستقبل ديالهم كاملين كاينين في هاد الديار هادو، كاين اللي كيبني الدار ديالو بشويه بشويه، وكاين اللي باني الدار ديالو بالرخصه وبالبلان من الجامعه وبالوثائق ديالو وباني من 1993 وكيتفاش بهاد المافيا ديال العقار كتجي كتقول لي راه الارض ديالي. اش من صفه كاينه عند هاد السيد هذا ملي كيدعي هاد الناس هادو؟ خصنا نعرفوا السلطات المحليه تعرف لينا اش من صفه كاينه عند هاد السيد هذا اللي كيهدد هاد الناس هادو، هاد 277 دار وكيجيب عليها الافراغ، هاد الشيء ما كاين. انا بعدا شاريه من 2006 وبنيت بالشواهد ديال مشيت حتى للجامعه وملي بغيت نشري عطاوني الوثائق ديالي بحال الرخصه والبلان بيرمي دابيتي الماء الضوء، دخلت كل شيء يعني خضيت المسائل القانونيه. تيجي واحد النهار بعد 12 سنه كيجي واحد الرجل كيقول لك اسيدي هاد البلاصه حنا ما نعرفوه ولا عمرنا شفنا هذاك السيد، وهاد الارض ماشي ديالو، عانينا وتعبنا من 22 سنه في عمري وانا كنجمع الريال بخوه، حتى بنيت وعندي الوليدات، عندي خمسه دراري، حتى بنيت وقديت وعاد جا هاد السيد كي دار لينا ضجه في حياتنا ومرضنا وشدني. دابا انا الشلل في رجلي لا بالفقصه ديال هاد السيد هذا، حنا بالله والشرع، حنا بالله والشرع منه ما كنعرفوه ما كندريوه. وتيجيو وتهدد لنا بالليل وبالنهار والارض، حنا تنسكنوا من تما 1900، انا تنسكن تما 1990 وانا ساكن تما، ما عمرني عرفت انا هذا السيد ما عندوش صفات في هذه البلاد، ولا تيجي وتجيب لنا العصابات وكاين تهدد لنا الدراري، وواحد العدد ديال المشاكل دخلهم لنا للبلاد، ولاو الناس ما بقاوش يناسوا، ما عرفنا مازال واش كاين شي قانون ولا ما كاين، والناس تقهروا بزاف.